بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بها الجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء السابع لمقرر مبادئ الأعمال المصرفية. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن الائتمان المصرفي، ولكن قبل أن نبدأ نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع واضح لدى الجميع. فهل الصوت مسموع واضح لدى الجميع؟ إذن لنبدأ على بركة الله. الائتمان المصرفي، سنتعرف على تحويل الأموال في الداخل والخارج، مفهوم الائتمان المصرفي وأسس منح الائتمان وكذلك معايير منح الائتمان. معنى الائتمان هو القدرة على الإقراض، هو القدرة على الإقراض، وهو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة، بحيث يقوم الدائن بمنح المدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين. فهو عبارة عن صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف. إذا بعبارة أخرى، الائتمان المصرفي هو مسمى لعملية الاقتراض من البنوك أو المؤسسات المالية. وعادة إذا تقدم شخص ما أو مؤسسة لأحد البنوك للاقتراض، يتطلب ذلك على البنك للائتمان ولضمان حقه مجموعة من المعايير والأسس لمنح ذلك الائتمان. نبدأ أولا بأسس منح الائتمان. الأساس الأول هو توفر الأمان لأموال المصرف، وذلك لاطمئنان المصرف أن المنشأة التي تحصل على الائتمان أو طالبة الاقتراض سوف تتمكن من عملية السداد لاحقا مع الفوائد. وهذا ذكرنا أنه محرم شرعا، ويتوجب على المسلم عدم التعامل بهذه الأمور الربوية لا أخذا ولا عطاء، ولكن هنا نأخذها للعلم بالشيء فقط. واضح؟ الأساس الثاني من أسس منح الائتمان، ألا وهو تحقيق الربح. والمقصود به هو حصول المصرف على فوائد من القروض التي يمنحها من دفع الفوائد على الودائع ومواجهة أي مصاريف أخرى قد يتعرض لها ذلك المصرف نظير تقديمه لتلك القروض. أيضا من الأسس السيولة، بمعنى يا اخوان خلوكم معي واترك عنك الشات لو سمحتم يا اخوان، آمل من الجميع الانصات والمتابعة حتى لا تشتت علي انا الامر ولا تشتت على بقية الزملاء.
نعيد هذه الأسس. الأول ذكرنا أنه توفير الأمان لأموال المصرف بحيث أن لا يبت بعملية الائتمان للشخص أو الشركة طالبة الائتمان إلا بعد الاطمئنان إلى أن المؤسسة نفسها لديها القدرة الكافية على عملية السداد لاحقا، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على ذلك القرض. الأساس الثاني هو تحقيق الربح، والمقصود به أن يحقق ذلك البنك ربحا كافيا عند تقديمه لذلك القرض. الأساس الثالث هو السيولة، وهنا يتوجب على المصرف احتفاظ بسيولة كافية وذلك لمواجهة أي أزمات مالية قد تحدث. وذكرنا أن هنالك نوعان من الاحتياطيات. النوع الأول هو النوع الذي يلزم من قبل مؤسسة النقد والبنك المركزي على كافة البنوك، ويسمى بالاحتياطي النظامي أو الاحتياطي القانوني. وهنالك نوع ثاني ألا وهو الاحتياطي الاختياري، وهذا الاحتياطي الاختياري لا بد أن توفره البنوك وذلك لمواجهة أي أزمات مالية قد تواجه البنك. وعادة قد تختلف سياسة الائتمانية من بنك إلى بنك، وذلك بمراعاة الأسس لمنح الائتمان والظروف أيضا المحيطة بذلك البنك، وذلك ضمن إطار يتضمن مجموعة من المعايير والشروط الإرشادية بحيث أن تنشأ من قبل إدارة منح الائتمان داخل المصرف، وأيضا لا بد من مشاركة إدارة منح الائتمان بإدارة المخاطر داخل المصرف، وذلك لتطبيق الأسس لمنح الائتمان وأيضا لضمان ربحية البنك والمحافظة على أصوله. هنالك مجموعة من المعايير التي يتوجب على البنك مراعاتها عند منح الائتمان. هنالك معايير كمية مثل عمليات تقديم عدد من الخدمات، وهنالك معايير نقدية مثل أن تكون تكلفة تقديم الخدمة بكذا من الريالات. أيضا نوعية، وهي نوعية الخدمة المطلوب تقديمها، ومعايير زمنية، وهذا قد يهم المنشآت خاصة الصغيرة منها عند طلبها بمنح ائتمان مصرفي أي قصير الأجل أن يتم تقديم الخدمة في زمن قدره كذا، بحيث أن يتم أو يتوفر لدى المؤسسة ذلك المبلغ في الحال لتتمكن من الشراء في الوقت المناسب. فهذه نقطة مهمة، وهذه الجزئية قد يكون هنالك عمليات مفاضلة بين البنوك عند تقديمهم لتلك القروض، فكلما كانت الفترة الزمنية قصيرة كلما توجه ذلك المقترض إلى ذلك البنك مع الأخذ بالحسبان بقية المعايير. وهناك معيارين رئيسيين لتصنيف مخاطر الائتمان. المعيار الأول ما يسمى بالمعيار الوصفي أو النوعي، وذلك لتصنيف مخاطر الائتمان، وهذا النوع عادة يأخذ بعين الاعتبار 6 عناصر رئيسية،
ولكل عنصر من هذه العناصر الرئيسية وزن نسبي، وزن نسبي ثابت متعارف عليه لدى البنوك. العنصر الأول ألا وهو الصناعة التي تعمل فيها الشركة، وهذا أعطي له وزن نسبي بنسبة 10%. الثاني المركز التنافسي لتلك الشركة، ويعطي له بنسبة 15%. الثالث الأداء التشغيلي، ويعطي له 20%. الرابع التدفق النقدي، ويعطي له 25%. الذي يليه الوضع المالي 15%، وأخيرا الإدارة 15%. وبهذا يكون هنالك مجموعة من العناصر التي يتوجب على البنك دراستها قبل منح الائتمان. نعم، النسب مطلوبة منكم وهي متعارف عليها لدى البنوك. النوع الثاني من المعايير ألا وهو المعيار الكمي، وهذا يقوم على 6 نسب مالية رئيسية. الأول منها صافي رأس المال العامل يقسم على إجمالي الموجودات. الثاني الموجودات السائلة تقسيم إجمالي الموجودات. الثالث حقوق الملكية تقسيم الالتزامات الخارجية. الذي يليه صافي الربح قبل الضرائب. إجمالي الموجودات، والذي يليه إجمالي الموجودات على الالتزامات الخارجية، وأخيرا صافي حقوق الملكية على إجمالي الموجودات الثابتة. أيضا هذه النسب مطلوبة منكم، قد يأتي سؤال أحد المعايير الكمية كذا ويعطيك مجموعة من الاختيارات أحدهما هو الصحيح. واضح؟ فمطلوبة منكم لأهميتها. هنالك عدد من الطرق لمعايير منح الائتمان. الطريقة الأولى هي طريقة الفايف سيز، ما تعرف بالفايف سيز، وهذه تعتمد على 5 عناصر رئيسية. أولها الشخصية، والثانية القدرة، والثالث رأس المال، والرابع الظروف المحيطة للشركة، وأخيرا الضمان التغطية، الضمانات التي تقدم من قبل المؤسسة. الطريقة الثانية ما تسمى بطريقة التجربة السابقة، وهذه تعتمد على عنصرين رئيسيين. الأول منها التاريخ الافتراضي للمقترض، والثاني الأداء الائتماني للمقترض. نلاحظ أنها اعتمادها على الماضي أكثر من اعتمادها على الوقت الراهن. الطريقة الثالثة هي طريقة LAP أو LAAP، وهذه تعتمد على 4 عناصر رئيسية. أولها السيولة لدى المؤسسة، النشاط الذي تقوم به، الربحية، وأيضا التوقع. الطريقة التي تليها مسماها طريقة التحليل المالي، وهذه تعتمد على القوائم المالية الرئيسية، والتي أهمها الميزانية، وكذلك قائمة الأرباح والخسائر، وأيضا قائمة التدفقات النقدية، وأخيرا النسب المالية. الطريقة الخامسة والأخيرة ألا وهي طريقة الفايف بيز، وهذه تعتمد أيضا على 5 عناصر رئيسية. أولها الشخص المتقدم للاقتراض، المنتج الذي تزاوله تلك الشركة، الدفع وطريقة الدفع، الحماية، وأخيرا المقابلة. تقوم ليس فقط بتقديم أوراق، وإنما يطلب من المؤسسة أيضا مقابلة الشخص المعني
في عملية الاقتراض، وذلك للاستفسار منه بعدة أسئلة. هذا مجموع ما يتعلق بمعايير منح الائتمان. أحدكم يسأل يقول في سؤاله أن الائتمان يعتبر صيغة تمويلية واستثمارية يعتمدها المصارف بأنواعها، وكيف المصرف الإسلامي ما يتعامل بالائتمان؟ أنا ما ذكرت أن المصرف الإسلامي لا يتعامل بالائتمان، وإنما يتعامل بالائتمان ولكن وفق ضوابط شرعية معينة، كما ذكرنا في ما سبق فيما يتعلق بصيغ التمويل الإسلامية. صيغ التمويل الإسلامية، واضح؟ واضح لمن سأل؟ واضح يا اخوان؟ قبل ان ننتقل للموضوع الذي يليه، طيب، هنالك مجموعة من العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني، وهي هذه العوامل المؤثرة هي محصلة من الطرق السابقة للذكر. أهم هذه العوامل تتعلق بعوامل خاصة بالعميل، عوامل خاصة بالعميل، وتندرج تحت الشخصية ورأس المال وقدرته على إدارة نشاطه وتسديد التزاماته كذلك، والضمانات المقدمة، وأيضا الظروف العامة والخاصة التي تحيط بالنشاط الذي يمارسه ذلك العميل. فهي مجموعة مشتركة من المعايير أو الطرق السابقة للذكر فيما يتعلق بمعايير منح الائتمان. وهنالك عوامل خاصة بالمصرف، وهذه تتعلق بدرجة السيولة التي يتعامل بها أو يتمتع بها المصرف حاليا، وقدرته على توظيف تلك السيولة. ومفهوم السيولة يعني قدرة المصرف على مواجهة التزاماته، أي أنه بإمكانه التصرف في حد معين من تلك السيولة ويبقى نسبة معينة، وذلك لمواجهة أي التزامات مالية قد تواجه ذلك المصرف. وأيضا هنالك عوامل خاصة بالتسهيل الائتماني، وممكن حصرها فيما يلي. الأول منها الغرض من عملية التسهيل، يسأل ذلك العميل أو تلك المؤسسة لماذا تطلب ذلك القرض. أيضا المدة الزمنية التي يستغرقها القرض أو التسهيل للحصول على ذلك المبلغ، ومتى سيقوم بعملية السداد، وهل تتناسب هذه المدة مع طلب العميل أم لا، كما ذكرنا فيما سبق. نقطة مهمة جدا، ألا وهي مصدر السداد الذي سيقوم به العميل من أين. يعني على سبيل المثال، لو أحد الأشخاص، فرد رغب بالاقتراض من أحد البنوك، يلزم ذلك الفرد من قبل ذلك البنك أن يأتي بعملية تعريف براتبه، ومن ثم يتواصل ذلك البنك مع جهة عمل ذلك العميل للتأكد من أن عمله في تلك الجهة وأن راتبه بذلك القدر،
ومن ثم يعمل معه مقابلة ذلك الشخص، ويتم الاتفاق فيما بينهما أن يخصم بشكل فوري من راتبه قيمة قدرها كذا، ومن ثم ترسل هذه أو ذلك الخطاب إلى جهة عمله، وذلك للتأكد من مقدرة ذلك العميل على السداد وأيضا كيفية السداد. في هذا المثال كيفية السداد من قبل راتب ذلك العميل مباشرة، واضح؟ إذن هنا مهمة، نقطة مهمة، ألا وهي مصدر السداد الذي سيقوم العميل المقترض بسداد المبلغ منه. النقطة الرابعة ألا وهي طريقة السداد المتبعة، هل سيتم سداد ذلك القرض على دفعة واحدة أم على دفعات شهرية، وكم قيمة كل دفعة حسب الاتفاق فيما بين البنك وذلك العميل. أيضا لا بد من أن يكون نوع التسهيل المطلوب متوافق مع السياسة العامة للإقراض في المصرف. أيضا حجم مبلغ القرض لا بد وأن يتماشى مع مقدرة ذلك العميل، وأيضا مع مقدرة ذلك العميل في عملية السداد، وأيضا مع البنك في السيولة الكافية لديه، بحيث أنه كلما زاد قيمة المبلغ المراد لاقتراضه كلما حرص البنك على ضمانات معينة، وذلك لضمان عملية السداد لاحقا لذلك المبلغ، واضح؟ واضح يا اخوان؟ طيب لعلنا ننتقل الى الجزئية التي تليها، الا وهي اهم سياسات ادارة مخاطر الائتمان. هنالك مجموعة من السياسات عادة، اولها سياسة ادارة المخاطر البنية الاساسية، ويندرج تحتها مجموعة من العناصر، أهمها تحديد نوع التسهيل، نوع النشاط، نوع المنتج، المنطقة الجغرافية لذلك العميل، آجال التسهيلات، نوعية الضمانات التي ستقدم، وأيضا لابد من عملية التقييم لتلك الشركة ومقدرتها على السداد. السياسة الثانية ألا وهي سياسات وأساليب إدارة مخاطر المقومات والمستندات اللازمة للموافقة الائتمانية، وهذه تتضمن تحليل النشاط، الغرض من التسهيل لماذا، برنامج ومصادر السداد، تحليل التقارير المالية، التدفقات النقدية المستقبلية والتسهيلات المرتبطة، وأيضا الضمانات. هناك مجموعة من المستندات المطلوبة التي عادة تطلب من قبل البنك لطالب منح الائتمان، أهمها مستندات خاصة بالعميل مالك الشركة، ومستندات خاصة بنشاطه والمنتجات التي تزاولها أو يزاولها ذلك العميل، وأيضا القوائم المالية من ضمنها المركز المالي والتدفقات النقدية. السياسة الثالثة ألا وهي سياسات إدارة مخاطر سلطات منح الائتمان، وهذه تهتم ب أنه لا بد من فصل سلطة المنح عن مهام الدراسة عن مهام الرقابة، وأيضا لا بد أن يكون داخل البنك مجموعة من الأقسام المختلفة، وأن لا يتم منح الائتمان من قبل شخص واحد، وإنما لابد من دراسة ذلك العميل دراسة مهنية متيقنة، وذلك لغرض معرفة قدرة ذلك العميل على السداد. الرابع من السياسات ألا وهي سياسات إدارة
مخاطر الحدود القصوى للعميل الواحد والأطراف ذات العلاقة، وهذه تهتم بتحديد العميل الواحد وأيضا تحديد حدود العميل وتحديد الارتباطات ونطاقه وتحديد حدود لمنح الأشكال المختلفة المرتبطة. أيضا الخامس من السياسات ألا وهو سياسات إدارة مخاطر الائتمان للقطاعات الاقتصادية وأيضا المناطق الجغرافية، المنتجات، الفئات المستهلكة والأشكال القانونية، بحيث أنه لا بد من تحديد القطاع الصناعي لتلك الشركة طالبة منح الائتمان، هل هي قطاع بترولي صناعي زراعي في النسيج على سبيل المثال، في البتروكيماويات، أيا كانت، فلا بد من التحديد ومعرفة مقدرة ذلك العميل، وأيضا لا بد من التحديد للمنطقة الجغرافية لتلك الشركة، هل هي الجنوب، شمال، شرق، غرب، وفي أي محافظة. من أيضا السياسات سياسات إدارة مخاطر الائتمان الفرص الجديدة، هل الشركة أو نشاطها جديد مثلا من ضمن المنتجات الجديدة من المناطق الجغرافية الجديدة لإنشاء تلك الشركة وما شابه ذلك. أيضا من السياسات السياسة السابعة ألا وهي سياسات إدارة المخاطر السيادية للائتمان، وهذه عادة تهتم بالظروف المحيطة من ضمنها ظروف الدولة الممنوع فيها الائتمان، وأيضا الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وأيضا الثقافية. وأخيرا سياسة إدارة المخاطر التركز، بحيث بعض من الجهات قد تركز على فئة معينة أو منطقة معينة أو قطاع اقتصادي معين، لا بد من الأخذ من الحسبان على نوع معين من التسهيلات الائتمانية وأيضا ضمانات معينة لا بد من توافرها لدى ذلك البنك، عفوا ذلك العميل، وذلك لكي يضمن ذلك البنك حقه في عمليات السداد لاحقا. هذا ما يتعلق بإدارة مخاطر الائتمان وسياسات إدارة مخاطر الائتمان، ولعلنا نتوقف هنا، وذلك للإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم قبل أن نطرح الكويز، فمن لدي أي سؤال فليتفضل. سأعطيكم بعض من الكوزات، ومن خلال هذا الكوز يتضح لكم كيفية الاتيان مثل هذه الأسئلة. وجميع ما ذكر خلال المحاضرة اليوم مهم جدا، لا بد من معرفتها. طيب، أحد عنده أي سؤال قبل أن نطرح الكوز يا أخوان؟
طيب الآن نطرح الكويز يا أخوان، وهو عبارة عن 3 أسئلة. آمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد. الكويز الآن أمامكم، آمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد، هو عبارة عن 3 أسئلة. طيب في أحدكم يسأل، يقول عند بيع السند لأمر هل يدخل في البيع دين بدين مثل الكمبيالة؟ نعم، وذكرنا ذلك أن عند بيعه للبنك بقيمة أقل من قيمته، فبالتالي يعتبر بيع دين بدين، وهذا محرم
لا يجوز. واضح. أحدكم يسأل أيضا، يقول هل للبنك الحق أن يعطي مبلغ القرض أكبر من اللي يحتاجه المقترض؟ ما يعطي، ليش يعطيه؟ على أي أساس يعطيه؟ بقدر ما يطلب فقط، وقد لا يعطيه بقدر ما يطلب، وإنما يمكن أن يعطيه أقل من حاجته، أي وفق ما الضمانات التي يقدمها أو تلك الشركة. يعني ممكن أن يطلب 100,000 ريال، ولكن مقدرة ذلك الشخص أو تلك الشركة سداد أقل من ذلك، فبالتالي يعطيه 80,000. واضح. طيب نعود إلى الكويز. في السؤال الأول يقول، يشارك المودعون المستثمرون في البنوك الإسلامية بالمخاطر التي يتحملها أصحاب البنك، مدى صحة هذه العبارة؟ احنا ذكرنا أن هنالك حسابات استثمارية لدى البنك وتخضع لربح تحية وخسارة ذلك البنك، فبالتالي هذه العبارة صحيحة. السؤال الثاني يقول، أحد المعايير الكمية لتصنيف مخاطر الائتمان لدى المصارف، هل هي التدفق النقدي على المركز التنافسي، أم حقوق الملكية على الالتزامات الخارجية، أو المركز التنافسي على الصناعة التي تعمل فيها الشركة؟ طبعا حقوق الملكية على الالتزامات الخارجية. مثل هذه الطريقة تأتيكم الأسئلة في هذا الموضوع. واضح. السؤال الأخير يقول، كأحد طرق معايير منح الائتمان تشتمل دراسة طريقة اللاب على، وأعطاكم مجموعة من الاختيارات، والاختيار الصحيح هو أنها تشتمل على السيولة والنشاط والربحية والتوقع، أي الاختيار الثاني؟ الاختيار الثاني. وإليكم الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة.